ال question number 7 بيقول in the opposite figure the current resistance when a battery of negligible internal resistance is connected between X and Y. يعني إيه؟ يعني لو ال current هيخش من عند X يخرج من عند Y. طيب تعال كده نشوف يا شباب، لو ال current داخل من هنا إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هي divide كده و divide كده في ال 40 اللي فوق وال 7 اللي تحت دي، ولما يكمل كده في 7 هيجي عند البوينت دي يديفايد في ال 12 وفي ال 4، بعد كده يرجع يكون يتجمع هنا تاني، بعد كده خلاص يطلع هنا ويخش هنا. فبالتالي انا من نظرة كده شايف ان ال 12 مع ال 4 دي بارلل، مظبوط كده؟ طبعا عارفين الطريقة بتاعتهم اللي احنا عندنا 2 ريزيستنس، فبنقول ال 4 ال 20 ال 12 باي ال 4 اوفر 12 بلس ال 4 فيدينا واحدة ب 3. احنا كده المنظر ده يبقى عندنا ازاي؟ عندنا 7 كده، بعد كده هنشيل ال 12 وال 4 نحط مكانهم واحدة ب 3، وطبعا عندنا فوق في واحدة بكام؟ ب 40. طبعا واضح لما الكرنت يبقى داخل كده ويطلع من الناحية التانية ان ال 7 وال 3 دول سيريس مع بعض فيبقوا 10، وعندي واحدة فوق ب 40 يبقى 10 باي 40 اوفر 10 بلس 40 فيدينا 50. نجربها كده، نعمل 10 باي 40 over 50 تبقى الانسر 8، بس كده تمام. الكويشن اللي بعده بيقول لي if a battery is connected instead of 7 ohm resistor the equivalent resistance of the circuit becomes. بيقول لي دلوقتي طب لو احنا شلنا الريزيستنس اللي ب 7 دي وحطينا مكانها باتري، يا ترى الايكوفرنت ريزيستنس كام؟ تعالوا كده نشيل كل الكلام ده ونيجي نشوف، طب لو الكلام ده حصل المنظر هيبقى عامل ازاي؟ طيب لو انا شلت دي حطيت مكانها هنا كده باتري، فانا عندي ايه اللي هيحصل؟ الكرنت هيطلع من هنا كده في البوزيتيف بول، يمشي كده يمشي كده 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 يجي عند البوينت دي ديفايد هنا وهنا ويرجع تاني يتجمع ويوصل تاني للباتري. اذا انا عندي ال 12 مع ال 4 بارلل، واللي هيطلع منهم هيبقى مع ال 40 سيريز فتبقى 43، بس كده اوكي. طيب الكويشن اللي بعده بيقول لي عندي واير، الواير كله ب 48 اوم، تمام ده الواير كله. فبيقول لي دلوقتي احنا عملنا له ريشيب، شكلناه تاني على شكل سيركل وحطيناه بالمنظر اللي انت شايفه ده. قول لي الايكوفلنت ريزيستنس كام يا شباب لما يبقى السلك كله 48، وانا اجي اروح اقسمه كده نصين. ليه؟ لان الكرنت هيجي كده اهو زي ما هو راسم، هيطلع لفوق يخش يمين يجي هنا يديفايد فوق وتحت، فده معناه ان انا بقى عندي ال 48 دي مقسومه نصين، نص فوق 24 ونص تحت 24. فلما اجيب الكوفلنت بتاعتهم خلاص، احنا قلنا لو عندنا تو ريزيستنس ايكوال ممكن اشيلهم، ممكن احط واحده منهم ديفايد النمبر بتاعهم يبقى 24 اوفر 2 يدينا 12 اوم، وتبقى هي دي الانسر بتاعتنا. السؤال طبعا هو مش هاي سكيل ولا حاجه، بس يعني هم هنا حاطين ان هو هاي اوردر سكيل والكلام ده. طيب الكويشن اللي بعده بيقول لي انا عايزك في الفيجر ده تجيب لي الار ريزيستنس والفيجر ده تجيب لي ار ريزيستنس، وبيقول لي برده نفس الفكره اللي فوق ان ده واير، الواير ده ريزيستنس كلها بتاعته بار، فلو احنا الكرنت جاي من هنا كده يخش عند البوينت دي هيديفايد كده وكده، اللي تحت ده يفضل مكمل كده وييجوا الاثنين يتجمعوا عند البوينت دي ويطلع لفوق، فيقول لي ساعتها الار ايكوفلنت بكام. ونفس الفكره لو انا جيت من هنا كده فالكرنت هيديفايد فوق وتحت كده ويجي يتجمعوا هنا كده في الاخر ويطلع الكرنت كده اهو. فبيقول لي طب لو المنظر ده الار ايكوفلنت بكام يا شباب؟ دلوقتي هو مقسمها عامل زي البيتزا كده، هو مقسمها ادي كوارتر ادي ربع كده وادي 3 اوفر 4 صح كده؟ طب لما انا يبقى عندي ار، عايز اجيب ار ايكوفلنت الاثنين بارلل مع بعض، والاثنين دول واحده منهم بكوارتر واحده منهم ب 3 اوفر 4 ار، انا اعملهم ازاي؟ زي ما بنعمل بالظبط، بنعمل الباي على الديفايد يبقى 1 اوفر 4 باي ار اوفر 3 اوفر 4 ار، على طبعا لما نقول 3 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4 كده كده هي بار، طبعا في ار من هنا تروح مع ار من هنا، اللي يتبقى لي ايه؟ اللي يتبقى لي هو 3 اوفر 16 ار، دي كده الار اللي هي الار 1 بتاعت شيب 1. طب الار بتاعت شيب 2 نفس الفكره بالظبط، بس المره دي هو عاملها ايه؟ هاف ار فوق وهاف ار تحت، وبالتالي انا ممكن اقول ايه؟ طالما هاف ار وهاف ار يبقى الاثنين ايكوال، طبعا ممكن اخد واحده ديفايد 2 خلاص، فممكن اقول هاف ار ديفايد 2
فيدينا كام على الكالكوليتر؟ يدينا 1 over 4 r. طبعا هو بيقول انا عايز ده ديفايد ده، فانا اصلا لو عملت كده اهو هطير الار دي مع الار دي وهاخد في الاخر 3 over 16 divided 1 over 4، فده يدينا على الكالكوليتر ده يدينا 3 over 4 بس كده. تمام. الكويشن اللي بعده بيقول لي لو عندي واير، الواير ده ماشي فيه current intensity ب 0.1 وعندي potential difference 1.2، فبيقول لي لو الواير ده احنا عملنا له ريشيب، عملنا له بنت تنيناه يعني لشكل سكوير، ممكن السكوير دي مهمه قوي لان السايدز كلها ايكوال، فبيقول لي بعد كده لو حطينا السورس ما بين A وC، الفيرتيس الـ A والـ C، يا ترى الـ total equivalent resistance ساعتها هتبقى ايه؟ قبل ما نخش في دينا لازم اصلا نعرف هو مديني الاي والفي بتاعت السلك انا كده او الواير، فانا كده عايز اجي اعرف اجيب الار بتاعت الواير از هول بكله قد ايه؟ فانا عارف ان الار ايكوال في اوفر اي، فهقول في 1 اوفر 2 على الاي 0.1 فيدينا 12 اوم. تمام؟ فده معناه ان الكتر ريزيستنس بتاعت الكارنت ده 12 اوم. طيب لما انا بقى اجيب الواير ده واعمله ريشيب كده بالمنظر ده على شكل سكوير، فده معناه ان كل سايتس من السايتس دي كام اوم؟ طبعا يبقى 3 اوم. تمام. طيب دلوقتي هو بيقول لي انا عايزك تحط الواير السورس في الواير من هنا، لو قلنا البوينت دي A ودي B ودي C ودي D، فانا عايزك تقول لي لو الكرنت دخل من A خرج من C، يا ترى ساعتها الايكويفالنت ريزيستنس هيبقى بكام؟ فانا بصيت كده يا شباب لقيت ان الكرنت لو داخل من عند A هو ديفايد فوق وتحت، اذا اللي فوق دول مع بعض سيريوس واللي على اليمين دول مع بعض سيريس، وهما اتنين مع بعض بارل، فانا اقدر اعمل ايه؟ اشيل ال 3 وال 3 مع بعض يبقوا 6، الكرنت داخل كده اللي فوق مع بعض يبقوا 6 ونازل تحت برضو مع بعض يبقوا 6، وطبعا لو عندي اتنين بارل مع بعض ايكوال فباخد واحده منهم ديفايد النمبر بتاعهم فيبقى 6 اوفر 2 يدينا 3 اوم، يبقى الانسر تبقى عندنا ب 3 اوم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي طب لو حطينا او خلينا الكرنت يخش من A ويخرج من D، طيب تعالوا كده نعدل تعديل بسيط بس كده، خلونا نشيل دي خالص نعملها من اول وجديد. طيب لو انا عندي اهو نفس السكوير A B C D وجي قال لي الكرنت هيخش from A هيطلع من عند دي. طب انا كده فهمت ايه؟ انا فهمت ان الكرنت يا شباب هيخش عند البوينت اي دي هيديفايد كده فوق يفضل طالع 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 في الاي بي، بعد كده من البي للسي، بعد كده من السي للدي، وتحت برضو هيديفايد هيخش من عند ايه هيتجمع عند البوينت دي وكلهم يطلعوا مع بعض من عند البوينت دي كده. فبالتالي بقى عندي هنا 3 اوم وهنا 3 اوم وهنا 3 اوم مع بعض سيريس، وهما الثلاثه مع اللي تحت دي اللي هي يعني من عند اي دي ايه بارلل، بعد كده نرسم شكلها يبقى منظر عامل كده 3 و3 و3 يبقوا 9، واللي تحت عندي ب 3 بس كده، هما الاثنين مع بعض بارلل، نحسبها على الكالكوليتر ونشوف هيطلع لنا كام. قلنا هنعمل 9 باي 3 اوفر 9 بلس 3 يدينا 2.25 بس كده. اوكي اظن السؤال لذيذ ما فيهوش اي مشكله. السؤال اللي بعده 11 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر ده represents a part of an electric circuit if the equivalent resistance between A and B is 7 ohm. بيقول لي resistance من هنا لحد هنا ب 7 ohm. يا ترى ال R ال unknown دي تبقى بكام؟ طيب هو قال لي ال R equivalent بقى عندي ب 7. طيب خلاص انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي، اروح اعمل ايه؟ اقول خلاص يبقى ال 7 ohm equal. تعال بقى نشتغل في دول ونحطهم هنا. ال 5 دي هاخدها ان كانها سيريوس مع الايه الاثنين اللي جنبها دول. طب الاثنين جنبها دول انا اصلا عارفهم بكام؟ لا، بس انا ممكن اعوض على طول في الرول، اقول الباي بتاعهم على البلس بتاعهم يدينا الايه ال 7 دي بس كده، فيبقى 5 بلس الاثنين دول مع بعض بارلل. طب انا ليه عملت لها بلس؟ لان دول كده مع بعض بارلل مثلا هيدوني اكس، فانا هاخد اكس دي مع ال 5 يبقوا سيريوس بس، وده اللي انا عملته هنا. تمام. ونحطها على الكالكوليتر او ممكن نحلها بقى ونشوف تطلع كام. تمام، وتطلع الانسر عندنا ب 3. اوكي الكويشن اللي بعده نمبر 12 بيقول لي ان ذا الكتريك سيركت شون ان ذا فيجر
the value of r equal، عايز اعرف ال r دي بكام. تمام، طيب انا ايه اللي معايا؟ انا بصيت كده شايف لقيت ان انا معايا ال v battery ومعايا ال i total. فلو انا عايز اجيب ال r total او ال r equivalent للسيركت دي كلها، هقول ال r equal v over i. طيب ال v عندي 120 وال i عندي ب 10، ده over ده يدينا 12. يبقى كده ال r equivalent كلها ب 12، زي المساله اللي فاتت بالظبط. انا ممكن اقول ان ال 12 دي ايكوال ايه؟ ايكوال ال 8 مع الاثنين دول مع بعض كده، لما تاخدوا باراليل هتديني واحده، الواحده دي هاخدها سيريس مع 8. فانا ممكن اقول 8 بلس اللي هيطلع من هنا اللي هي برضو نفس الفكره 5r على 5 بلس r، واشوف على الكالكوليتر يطلع لي ايه، وتقريبا تطلع لي ب 20. اوكي، طيب الكويشن اللي بعده بيقول لي ذا اوبزيت فيجر ريبريزنتس ا بارت اوف ان الكتريك سيركت ان ذا ايكوفلنت اف ذا ايكوفلنت ريزيستنس between the points A, X and Y equal 8. عايز اعرف resistance R دي بكام؟ نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط يا شباب. هنعمل ايه؟ هنقول ان equivalent resistance اللي هي 8 equal الاثنين دول مع بعض هيبقوا parallel، الاثنين دول مع بعض هيبقوا parallel، واللي هيطلع من هنا اللي هي واحدة تبقى هنا، وهتطلع من هنا واحدة تبقى مع الاثنين مع بعض دول هيبقوا series. فهيبقى عندي ايه؟ R by 12 على R plus 12 plus اللي جنبها برضو r by 12 على r plus 12. بتاع الكالكوليتر تطلع لك الانسر بكل سهوله، وتقريبا الانسر هتبقى ب 6. تمام، طيب السؤال اللي بعده بيقول لي the opposite figure represents a closed circuit electric circuit in which there is an unknown component x if the reading of voltmeter لو فولتميتر قرا 5 فولت ذا كومبوننت اكس از ريبريزنتد باي اي. طب يا شباب دلوقتي انا عايز اسال سؤال بس، الاكس دي مع الار دي متوصلين سيريس ولا بارلل؟ متوصلين سيريس، الكرنت يمشي كده 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 ويرجع تاني على الباتري. ده معناه ان البوتنشال الكرنت ايكوال البوتنشال ديفرنس اللي هنا عند ار بلس البوتنشال ديفرنس اللي عند اكس ايكوال ال 20 فولت اللي عند الباتري تحت. طيب دلوقتي لما يبقى عندي الار اخذت 1 فولت، تمام، او الار اخذت فولت يعني، اوكي ايا كان الفولت ده بكام هنقول له في. اوكي، او هو حتى كاتب مديني هنا بيقول لي اصلا الار دي عندها 5 فولت، يعني كان المفروض يكتب لي هنا كده، بس للاسف ما كتبش الكلام ده. كان المفروض يكتب لي هنا ان دي كده القراءه بتاعتها كام؟ 5 فولت. طيب لما الار الواحده تاخد 5 فولت المفروض هنا يبقى لي كام فولت من 20؟ 60. طيب لما الار تاخد 5 ده معناه ان هنا كانت كام ار عشان تاخد ال 3 تايمز ال 15 دي؟ هي 3 تايمز ال 5. طيب بما ان ال v 3 تايمز ال v هنا عند x equal 3 تايمز ال v عند r، اذا ده معناه ان ال x دي لازم برضو تبقى هي 3 تايمز الايه الريزستنس هنا. ليه؟ لان انا عندي قانون بيقول ان ال v equal i r، وبان هنا ال current intensity constant ده معناه ان ال v وال r هما دايركت مع بعض. يعني ايه؟ يعني لو ال v زادت 3 تايمز ده معناه ان الار كمان لازم تزيد 3 تايمز، بس كده. تمام، الكويشن اللي بعده بيقول لي اذا اوزت فيجر ريبريزنتس ا بارت اوف ان الكتريك سيركت اف ذا ايكوفلنت ريزيستنس بتوين ذا بوينتس A and B از 9 فروم A تو B الايكوفلنت ريزيستنس ب 9. فعايز يعرف برضه الار دي بكام؟ نفس الفكره بالظبط يا شباب، هقول له ان 9 ايكوال يا مستر الار دي سيريس مع اللي هيتبقى من دول. طيب دول كده السيريز بتاعهم يتعمل ازاي؟ ركز في الحته دي قوي. البارل قصدي بتاعهم يتعمل ازاي؟ اول حاجه نعمل براكت، والبراكت ده هنعمله نيجاتيف 1. طب ليه؟ لان احنا لو احنا فاكرين كنا بنجيب قانون البارلل 1 اوفر ار بلس 1 اوفر ار بلس 1 اوفر ار يديني 1 اوفر ار ايكويفالنت. فلو انا عايز الار ايكويفالنت كنت بشقلب اللي بيطلع لي في الاخر، يعني في الاخر لو طلع لي 1 اوفر 10 بشقلب باخد ال 10 بس. اوكي، فاحنا هنعمل الحركه دي هنا كده بخطوه واحده على الكالكوليتر عشان ما نقعدش نكتب كتير. هنقول 1 اوفر 2 ار بلس 1 اوفر 6 بلس 1 اوفر 2 ار وبس كده. هكتب المنظر ده كله كده على بعضه مره واحده على الكالكوليتر هيطلع الانسر بكام؟ تقريبا الانسر هنا تطلع ب 6. اوكي، طيب الكويشن اللي بعده بيقول لي a number of resistors in each of 40 ohms، مديني number of resistors او resistance انا ما اعرفش الواحده بكام، قصدي ما اعرفش هم كام واحده، ولكن اعرف ان الواحده منهم بس ب 40. بيقول لي are connected together either in series or in parallel. انا مش عارف هم series ولا parallel، ولكن بيقول لي حطيناهم مع potential difference 120. بيقول لي so an electric current of intensity 15 ampere pass through the circuit so the number of resistor equals. طيب
يا شباب انا دلوقتي ما اعرفش هم كام واحده، وما اعرفش الار ايكويفالنت بكام. طب ما اجيب الار ايكويفالنت بكام بعد كده اتكلم. انا معايا الفي ومعايا الاي، طيب انا هقول ان الار ايكويفالنت عندي، لان هي دي اللي هتحكم لي هم متوصلين سيريس ولا بارلل. في اوفر اي طبعا نكتب الرول الاول، ادي في اوفر اي، الفي 120 الاي 15 على الكالكوليتر يطلع لي 120 اوفر 15، يطلع لي الانسر بايه. سؤالي هنا بقى، دي الار ايكويفالنت، هل ينفع الار ايكويفالنت تبقى اصغر من ال 40 وهم سيريس؟ مستحيل، ده معناه ان هم اكيد اكيد متوصلين بارلل. طيب ايه قانون البارلل عندنا؟ احنا بنقول ان في قانون البارلل الار ايكويفالنت ايكوال الار اوفر الان، فبالتالي انا عايز الان، فهقول خلاص يبقى الار ايكويفالنت ب 8 ايكوال الواحده منهم ب 40 اوفر الان، يدينا هم كام واحده؟ نكتبها على الكالكوليتر ونشوف يدينا كام، تبقى 40 اوفر 8 يدينا 5، يبقى هم كده 5 ريزيستورز. اوكي طيب الكويشن اللي بعده تقريبا برضه نفس الفكره، بيقول لي ان الكتريك سيركت ان ا هاوس كونسيست اوف ان الكتريك سورس that has a terminal potential difference، مديني potential difference برضو 110، واللي a fuse whose wire can't withstand a current greater than 5. في fuse، الفيوز ده ما بيستحملش اكتر من 5 امبير. And other components of equivalent resistance، ومديني resistance جنبهم ب 2 اوم. واللي what is the maximum number of a similar lamps، ممكن نحط كام لمبه لو كل لمبه ب 620. نحطهم يعني ازاي بقى، نوصلهم سيريس ولا بارل ولا ايه الحكايه بالظبط. المهم بيقول لي وير زي كان بي تيرند اون ات ذا سيم تايم وذاوت دامجينج فيوز، من غير ما الفيوز ده يتحرق. طب يا شباب دلوقتي انا ايه اللي يخلي لي الفيوز ده ما يتحرقش؟ ان انا يبقى المفروض الريزيستنس اللي عندي موجوده بفاليو ما تبقاش فيها ازمه بالنسبه للنمبر بتاعها. طيب تعالوا كده مع بعض نرسم السيركت دي. السيركت دي المفروض تبقى عندي هنا، ادي السورس اهو، وعندي هنا الريزيستنس اللي هي 2 اوم، وعندي هنا بقى اللامبس لان مش عارف اوصلهم ازاي، بس واضح يعني احنا كده هنوصلهم بارلل ولكن هنشوف. ومديني ده هنا 110 فولت، ومديني الكرنت الماكسيمم اللي يقدر يعدي ب 5 اوم. نفس الفكره اللي فاتت بالظبط، هروح انا اجيب الار ايكويفالنت، الار ايكويفالنت في اوفر اي يبقى 110 اوفر الاي ب 5 يدينا، نحسبها كالكوليتر تطلع تقريبا 62، ولكن خلينا نشوف 22. تمام دلوقتي الار توتال كلها ب 22، لو انا شلت الار دي مش هتبقى لي الار اللي فوق، فانا بالتالي ممكن بقى اجيب الار اكس دي، خلينا نسميها ار اكس اللي بتاعت اللامبس، هقول ان الار اكس ايكوال كام؟ ايكوال 20. طيب دلوقتي سؤالي هنا، هل ينفع يبقى الواحده منهم 620 والار ايكوفالنت بتاعتهم كلها تبقى ب 20؟ ينفع في حاله واحده بس، ان هم اكيد 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 متوصلين كلهم ان بارلل، فانا هروح اتعامل ان هم متوصلين بارلل، اقول خلاص يبقى الار ايكوفالنت ايكوال الار بتاعتهم على النمبر بتاعهم اللي انا مش عارفه بكام. طب الار ايكوفالنت بكام؟ ب 20. طب الار الواحده بتاعتهم بكام؟ 620 اوفر النمبر. على الكالكوليتر يطلع لي الانسر عندي 620 over 20 يدينا 31، يبقى الانسر ب 31. اوكي الكويشن اللي بعده